السؤال الثاني يقول: هل تجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام لمجرد الإحاطة علما بها والاطلاع عليها، أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشيوعية ونحوها لا إعجابا بها ولا للعمل بها وإنما لنفس الغرض السابق؟ على الإنسان أولا أن يعرف الحق ويعرف الدين الصحيح ويتضلع للعلم النافع، ثم بعد ذلك يطلع على الأشياء المخالفة ليحذر منها وليرد عليها، إذا كان القصد من ذلك قصده من ذلك أن يطلع عليها للرد عليها وإبطالها وتحذير الناس منها. لكن هذا بعد ما يتضلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل. أما إنسان جاهل ثقافته ضعيفة وحصيلته في العلوم الشرعية قليلة، هذا لا يجوز له أن يقرأ الكتب الباطلة، لأنه ربما تنطلي عليه وتؤثر على عقيدته وهو لا يدري، أنه لا يعرف العلم الذي يميز به بين الحق والباطل. فلا بد أن يكون عنده أولا حصيلة من العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل، حين ذاك لا بأس أن يطلع، أو قد يجب عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه. نعم نعم، بارك الله.